بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه لو سمحتوا اشتراك ولايك وشير للفيديو، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصلكم الجديد باذن الله تعالى. مثل ما انتم شايفين طبعا اكيد كلنا بنعاني، اللحمه احيانا ما بتستويش، واحنا كمان اصلا هنا في منطقه الخليج يعني اللحمه بتبقى صعبه شويه انها بتاخد وقت اطول كمان في السوى. النهارده هنضيف مكون سحري، هقول على طريقتين وهنستخدمهم مع بعض ان شاء الله. بس انتوا طبعا شايفين ما شاء الله اللحمه فريش وتحفه باذن الله. هنشوف. لو سمحت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير. الطريقه الاولى اصحابي عشان نسوي اللحمه باسرع حاجه، طبعا هنسخن الماي اول. ما ينفعش تحطي اللحمه في ماء بارد لانها هتاخد وقت اطول. الميزه في ان انت تسخني الماء اول، اللحمه اول ما هتنزل هتقفش وتحتفظ بالعصاره داخلها. الطريقه الاولى هنحط داخلها التمره ونفتح التمره بهذه الطريقه، بحيث نحط التمره كامله مع البذره اللي داخل. البذره والتمره الاثنين هيساعدوا على تسوية اللحمة بطريقة غير طبيعية. طيب هل في طريقة تانية؟ في طريقة تانية، وطبعا بتحطيها في الحلة عادية وما بتاخدش اقل من نص ساعة، بتكون مستوية وتبقى مثل الزبدة، وانا مجرباها شخصيا. في حاجة تانية وما هيش مضرة ولا اي حاجة، حبوب الاسبرين اللي بناخدها للصداع، بنحط قرص واحد مع اللحم اهو. الحبوب اللي انتوا شايفينها اهي، بتحطي قرص واحد بس مع اللحم، تخلي المي يغلي ونسقط فيها قرص الاسبرين مع اللحم على طول، برضو بيسوي اللحمة بطريقة غير طبيعية يعني بسرعة جدا. فالنهاردة عندكم طريقتين بقى، يا رب اللي الفيديو يكون عجبكم. يا اما التمراية مع البذرة داخلها، او حبة واحدة بس من حبات الاسبرين، وبتسوي فعلا اللحمة بسرعة رهيبة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معكم مطبخ دهب، وأشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.